حاجة من الحاجات اللي حصلت لنا أتذكر في الإذاعة السودانية، يعني أتذكر مرة كان عندنا فترة إخبارية وكنا حنقراها نحن، أنا ومعايا الأستاذ محسن سيف الدين والأستاذ عبد الرحمن أحمد والأستاذ الراحل كمال محمد الطيب الله يرحمه. فدخلنا الاستوديو شايلين معانا الأخبار، كل واحد كان عنده جزئية منها، واحد عنده الأخبار العالمية، واحد الأخبار الداخلية، واحد عنده الربط وكذا. فأتذكر ونحن خاشين على الاستوديو المهندس قال يا جماعة والله لسوء الحظ إرسال قطع لأنه في عطل في جهاز الإرسال الإذاعي فما في أخبار حتطلع. فدخلنا الاستوديو، محاسن قالت يا إخواننا حقه إحنا نقرأ، ما يهمنا كان طالع الإذاعة ولا ما طالعة. عبد الرحمن قال لا نقرأ في شنو، ما دام ربنا ريحنا من الحكاية دي ما في داعي نقرأ أخبار. فبيجينا ما بين الرأيين ديل، أنا ما أديت رأي في الحكاية، قلت بيمشوا على الزملاء بعمله. فعبد الرحمن قال أصلا ما نقرأ، ومحاسن أصرت. فلأنه ما في إذاعة طالعة على الهواء، محاسن بدأت تقرأ في الكلام، عبد الرحمن دي يعمل في حركات مضحكة جدا كان، ويشيد الورقة منها مرات كده يرمي عليك، وبعد شوية يقول له في كلام بطريقة مضحكة جدا كانت، على أنه طبعا الكلام يعني هو كان محلي عندنا في داخل الغرفة فقط. فنفاجأ بعد دقائق يجي مراقب الإذاعة، يا إخواننا ده شنو الهبل اللي بتعملوا فيه دي، يا العبث دي وإيه المشاكل، الله مشاكل إيه؟ قال ده كلام شنو بتعملوا فيه دي، والناس بتضحك وتتلاعب. فقلنا لأنه ما في إذاعة، قال كيف ما في إذاعة، أنا سامعها قال في الراديو بتاع المدير فوق. فعصبنا بعضك جدا، كيف في رأي المدير ثبت انه في واحد مهندس وكان واقف العطل ضي يراقبه، ومجرد ما تعطلت واعلن عن تعطله سعى كل المساعي انه يطلع النشر على الهواء لازم، فصلح الاذاعه وده كله مرق على الهواء. فكانت يعني من المواقف المحرجه جدا.